راه ماشي واحد اللي حارب، راه فاش مدينة بلادي، راه عصابة يتهلكوا لبعث الديور، راه عصابة. كيف كتشوف هنايا انا الضحيه عبد الرحيم حلاوتي اللي سامح في خدمته وجالس من اجل الوالده ديالو باش يساند انا في هذه البلاد اللي كثروا فيها السبوع ماشي بنادم، يعني تناسه استاذ والانسان تيجي يحرقك في دارك. بداو بيا مع ثلاثة د الليل ضاربين فيا ليسانس، مشعلين فيا العافيه، فقت تنجري تنشوف العافيه، قسم تنشوف جاري تا هو محروق شاعله فيه العافيه. يعني يا استاذ كيفاش غتحس؟ غتفيق وغتفيق على العافيه. واش في سوريا ولا في العراق وكنا تنجاهدوا في سبيل الله ما يضركش الحال، وانت محروق هكاك ناعس في دارك تبن تبن، هادي الحيوانات حاشاك تياكلو، اشنو الدليل؟ اشنو الافاده ديالو يدير هادشي؟ يعني هادي هذا مجرم، هذا ارهابي اللي دار هادشي، ماشي شي انسان اللي طبيعي، هذا ارهابي. يعني الانسان الطبيعي عنده شي خلل، هذا الانسان اللي دار هادشي عنده خلل، خاصهم يشوفوا لينا شكون هادشي اللي داروا لنا هاد الحاله، خاصهم يبانوا. انا الاول تابعني ابراهيم رياض دازت قسم، تابعني خباز عبد الله، باقي يا استاذ مجموعين هنايا ومجموعين عند السيد الاخر شعلات العافيه في نفس الوقت خمسة دقائق. يعني كيفاش هذا؟ واش هذا الجن؟ واش يطير؟ وراه شعلوا ست ديور استاذ، ست ديور كاملين مش هاطلين والو، ساكن ست ديور كاملين تقداو، ما كاينش شي واحد فيهم بقى. ولو خرجتي وبغيتي تحاول غيحرقوك حتى انت، لا بغيتي تحاول تعتق شي حاجه غتحرق. كيف ما شتي راه هو السيد مسكين بين لك اليدي كاع محروقين ووجهه، وشكون اللي داها فيه؟ ما خداوش اقوال ديالو، ما خلاوش يهضر كاع، قالوا لي اسكت. قال لي انت مريض نفسانيا ولا جي من برشيد، ما عندكش حق تهضر، تهضر على حقك ما كاينش. بلادنا للاسف كتشوف الناس الكبار، مال بلاد العربيات منسيين، من اخص هاد البلاد هادي منسيه بزاف. بير خريص جماعة الغليميين اقليم برشيد دوار ولاد علي، تنطلبوا بحقنا يبان المجرم اللي دار لنا هادشي. لا ما دام منكر، شوف استاذ شوف واش داروا لينا، حرقونا حرقوا لنا الميكله ديال البهيمات، احنا الناس عطينا التبن باش نوكلهم دابا، اش بغاو عندنا؟ بغينا الامن يكون واقف معنا، بغينا كل شيء يكون معنا باش يكونوا الثقه في النفس. شوف واش داروا لينا استاذ، كل شيء حيدوا لينا، حرقوا لنا التبينة، خلونا الله كريم شطيطيوات نضلوا بما استاذ، كل شيء مشى. يلا كليبات تحرقوا، الجيش تحرق، كل شيء تحرق، اما العشيشه ديال الحمام ديره الدري تما استاذ تاهي تحرقت، اش بغاو عندنا شي سيرونا؟ يلا خمسات الخيام في خطره راه مستحيه، ما استقبلاش العقل استاذ. جاو لينا بالليل ما عرفناش. يلا كاينين كاينين ناس خسر لها بنادم بالخلعه، دايين دقوا الجيران، خاطت احتياطات في النوادر، مشات حد النوادر في دار تبع دار احتياطات مساكنة تبقى شجاع عدو النادر. قال لي اش داك الشيء؟ قال لي حدي نادرك وتبتو وزاد تاع الدويدي السي محمد ضرب فيه الوقيده، ضرب فيه البريكا صافي وزاد من تم عاد الدويدي علي لقطو دخلت لدارهم. ما عرفتش يا استاذ. وانت وقع هذا الشيء وعاود الاربعاء والليل والغد الخميس، الاربعاء والخميس، الاربعاء وصباح الخميس.